اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مباشرة لمختاراتنا، والمختارة الأولى ازدياد بأعداد المتعاطيات. وركزوا لي على المتعاطيات، صار في متعاطيات كانت المخدرات للشباب للأسف الشديد اللي هن عم بتعاطوها وسهولة تنقلها بينهم للأسف، لكن صار في متعاطيات ولمادة الكريستال المخدرة بالمملكة. وكشف رئيس شعبة مخدرات العاصمة المقدم غيث الصمادي عن ازدياد ملحوظ في أعداد المتعاطيات لمادة الكريستال المخدرة. جاء ذلك في خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة النهضة العربية الديمقراطية للديمقراطية والتنمية أرض بعنوان مراجعة استراتيجيات مراكز الإصلاح والتأهيل ودورها في الحد من الجريمة ومكافحة المخدرات. أكد صمادي أنه لوحظ مؤخرا ازدياد في تعاطي هذه المادة المخدرة من قبل الإناث للأسف، وهي مادة ثقيلة جدا، حيث يراجعنا بشكل أسبوعي ويومي أحيانا شعبة مخدرات العاصمة لرغبتهن بتلقي العلاج من هذه المادة، ويتم توجيههن إما للمراكز التابعة للمراكز الصحية أو لمراكز تأهيل الإدمان بشفا بدران. وطبعا أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للنساء جناح للمعالجة، خصوصا لمعالجة هذه المادة، حيث يتم العمل من خلال برامج محددة وتمويل مناسب لإيجاد آلية معينة لتحويل النساء لمراكز علاج تابع لمراكز الإصلاح والتأهيل للنساء. يعني نحن قديش شايفين أنه الوضع يزداد سوءا، يعني حتى بمراكز الإصلاح والتأهيل لا يوجد أماكن للنساء، لأنه أصلا ما كان وارد مخدرات وأشكال المخدرات بين النساء أبدا، لكن في الآونة الأخيرة أصبحن يتعاطين هذه المادة وهي مادة الكريستال الثقيلة. وأشار إنه مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد مؤخرا اكتظاظا كبيرا، فنسبة الاشتغال فيها يصل لأكثر من 163%، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للنزلاء، مع أنه يعملوا لهم هناك برامج نفسية، برامج تعليمية، برامج ترفيهية، حتى يخلوهم يطلعوا من الأجواء اللي هن عايشين فيها ويتطوروا ويتعلموا شيء جديد. الله المستعان. رح ننتقل المشاهدين الكرام لمختارتنا الثانية، وهل دوران الأغنام حول نفسها في الكرك من علامات الساعة؟ يعني نحن شفنا مؤخرا فيديو قبل هيك انتشر في إحدى البلاد، عم نشوف كنا إنه فعلا قطيع من الأغنام عم بيدوروا بشكل مستمر لأيام، ولاحظوا مؤخرا أنه نحن بالكرك عنا مجموعة من القطاع أيضا الأغنام، قطيع الأغنام يدور حول نفسه. فهاي القضية صار الناس يتنقلوها وعم بيقولوا هي علامة من علامات الساعة. ويسعدنا أن نرحب بمشاهدينا الكرام عبر الخط الهاتفي بالأستاذ عماد مجاهد، خبير فلكي زميل الجمعية الفلكية البريطانية، ليحدثنا أكثر عن هذه الظاهرة. يسعد أوقاتك أستاذ عماد. يا هلا، أهلا وسهلا، مساء الخير. الله يكرمك يا ربي. أستاذي الكريم، ما ظاهرة دوران قطيع الغنم لأيام أو ساعات متتالية دون تغيير مسارها، وشفنا في أحد البلاد أيضا أسبوع كامل وهي تدور؟ ستي شكرا لك، وشكرا على قناة اليرموك اللي ركزت على هذا الموضوع. صراحة هو يعني إحنا كفلكيين معروف احنا عندنا انه في بعض الطيور، يعني خاصه الطيور المهاجره، بتتاثر بالنشاط المغناطيسي الشمسي. الان الشمس بالفتره الحاليه عم بتمر بدوره شمسيه قويه ونادره، بتحدث مره واحده كل 100 عام. فهي بالفعل اصبحت تزداد نشاطها المغناطيسي خلال السنوات الماضيه، ومتوقع تصل للذروه ب 24 و25 ان شاء الله تعالى. هلا لاحظ العلماء بدراسات مهمة وكبيرة انه الطيور المهاجرة لما بكون في نشاط شمسي بتختلف في مسارها، يعني بتطلع عن المسار المفترض إلها، بتغير مسارها وبصير فيها خلل، فبتتأثر بالحقل المغناطيسي. كمان عندنا الطيور الحمام الزاجل، لما بصير النشاط الشمسي بيكون بيطير بطريقة غير صحيحة وغير مألوفة عن المعتاد أو غير مألوفة، فبالتالي الحمام الزاجل يا اما بيخطئ في طريقه او بيطير على مسافات اعلى من المفترض، وكان بعض الحمام الزاجل بهي الفتره يسقط على الارض ويموت. كمان السمك، عندنا سمك السلمون، لما بيبيض
وبتبعد، وطبعا بكون البيض بعيد الاف الاميال عن الام اللي ولد اللي باضت هذا البيض. نعم. هلا لما هاي البيض يفقس، بيض السلمون، السمك لما بيطلع كان يعرف كيف بيعرف والدته وين، كيف بيستدل على والدته من الاشعه المغناطيسيه الشمسيه او الاشعه المغناطيسيه. هلا لما بصير النشاط الشمسي بيؤدي لحدوث اضطراب في هذا النشاط المغناطيسي، وبالتالي السمك السلمون ما بيستطيع انه يوصل لامه بسبب هذا الاضطراب. طيب هون يعني هل هي فعلا مع قطيع الاغنام هي ظاهره طبيعيه لا خوف منها أنا مثلا؟ انا اللي اوصل له، نعم. انا هاي مقدمه حتى اوضح للمستمع انه في هناك احيانا بصير تشويش بالطبيعه عند الحيوانات وعند الطيور وعند الاسماك، بصير عندهم اضطراب، فيبدو انه الغنم بالفترة الأخيرة أنه يبدو أنه تأثر بهاي الحقول المغناطيسية وصار عنده نوع من اضطراب فيسيولوجي، وبالتالي صار عنده هاي الحركة. لأنه الحركة مش طبيعية، يعني الغنم لما بيأكل أو يتحرك ما بيتحرك بشكل دائري. نعم بلا شك. نعم ولا يعني يتوزع. حتى أنه غنمة أو واحدة من الأمهات يعني أنه تتحرك 40 و50 راس غنم وراها بهاي الطريقة. نعم يعني شوية يعني شوية فيها حيرة بصراحة. نعم يعني ربما إذا بدنا نفسر الظاهرة أستاذ عماد، نحن نرى أنه الطيور وجميع الحيوانات قبل وقوع زلزال أو بركان معين تتأثر وتهرب وتهاجر، ويلاحظ البعض أن مثلا منطقة معينة قد هاجر منها الطيور وثم يلاحظ أنه حصل زلزال ما. ربما هذا التأثير، تأثير البيئة الطبيعية على بعض الحيوانات أو جميع الحيوانات، له أثر كبير في عملية وحركة الحركة الدينامية لجميع الحيوانات. ما بنقدر نجزم بانه والله راح يصير مثلا ممكن يصير زلزال ويؤدي لحدوث. لا اقصد زلزال، اقصد ان هناك علاقه يعني قويه بين الطبيعه والحيوانات. 100%، يعني انا لو بدي احكي لك تاثير الطبيعه على الحيوانات، يعني عندك مثلا المحار، لما بصير او بعض الاسماك لما بصير المد، بيجي السمك بيعرف انه راح يصير مد في البحر، فبيطلع على الشط، يعني المية مع المد بتصل الشواطئ الرمال الناعمة. هلأ شو بصير؟ بيجي السمك ببيض في هاي اللحظة، لما يصير جزر بعد ساعات بنحسر المية البحر، فبيضل البيض في الرمل الناعم بعيدا عن الأخطار. تصوري أول ما المد اللي بعده يلامس البيض بكون جاهز التفقيس وبينقص وبدخل في المحيط. المحار بيعرف إمتى بكون القمر بدر، المحار اللي في البحر بيعرف إمتى بكون القمر بدر. سبحان الله. نعم جميل. نعم. يعني أنا بدي أشكرك أستاذ عماد. نعم. في تناغم بين الكائنات الحية والأسماك. سبحان الله، يعني تناغم حقيقي بين الطبيعة وجميع الكائنات. بدي أشكرك أستاذ عماد مجاهد، وأنت خبير فلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، يعطيك ألف عافية، شكرا على هذه المعلومات. وأكيد سبحان الله الطبيعة ومخلوقات الله عز وجل هي دائما في اتحاد واحد، وطبعا دائرة الإفتاء قالت لا نستطيع أن يعني نحكم أن دوران فعلا قطيع الأغنام في دائرة واحدة هي من علامات الساعة. ننتقل طبعا مختارتنا الثالثة، والدراسة تكشف تأثير الوظيفة على صعوبات النوم. وكشفت دراسة جديدة عن وجود عدد قليل جدا من متطلبات العمل التي قد تكون مزعجة للنوم، وأن الوظائف ذات المتطلبات المعتدلة لا تقيق النوم المثالي. وتنفي نتائج هذه الدراسة التي أجريت في جامعة ساوث فلوريدا الفكرة الشائعة على أن الوظائف الأكثر تطلبا تلعب دورا رئيسيا في صعوبات النوم. وتوصلت الدراسة إلى أن كلا من متطلبات العمل القليلة جدا والكثيرة جدا يمكن أن يعطل سلاسة النوم، لكن لا ينطبق ذلك على معظم الوظائف. يعني حلل كمان الباحثون أنه ما يقارب 3000 شخص متوسط أعمارهم بين 48 عام، موزعين بالتساوي بين رجال ونساء، وكانوا حايزين نصفهم على شهادات جامعية. سألوا المشاركين عن وظائفهم، هل هي صعبة، فيها عبء، فيها كثافة بالعمل، ضغط بالوقت، انقطاعات. كانت أجوبتهم أنه أنماط نومهم هي الانتظام، الرضا، الجودة، اليقظة،
وأثناء النهار والكفاءة والمدة. يعني خلينا نقول بالنهاية بملخص الدراسة إنه مش كل شخص إنه بيكون شغله متعب جدا هناك صعوبات بالنوم، مش كل شخص فعلا شغله مريح ممكن إنه ينام بشكل مريح. فعلى الأغلب إنه العمل إن كان صعب ولا إن كان سهل ليس له علاقة بجودة النوم. رح ننتقل مشاهدينا للمختارة الرابعة وغضب الكيان الصهيوني من فيلم أردني ونشوف شو هذا الفيلم، حيث أدان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها قرار منصة نتفليكس ببث فيلم أردني يتناول فظائع ارتكبت ضد الفلسطينيين خلال حرب 48 وتزامنت مع تأسيس دولة إسرائيل حسب أورو. وهدد الوزير اليميني العلماني أفيغدور ليبرمان بحسب تمويل الحكومة لمسرح السرايا في يافا، حيث من المخطط عرض الفيلم هناك في المسرح. بيحكي فيلم فرحة للمخرجة الأردنية دارين سلام قصة فتاة فلسطينية عمرها 14 عام تتعرض قريتها لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلية. تصور في المسلسل طبعا كيف عانت هذه الفتاة وكيف كان إعدام المدنيين، وتكون الفتاة شاهدة على تلك الأحداث التي ترافقها وتغير حياتها. بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي سيكون الفيلم متاحا للبث على نتفليكس اعتبارا من الخميس كما يقال. طبعا اعتراضهم، طبعا الكيان الصهيوني غاضب ليش؟ لأنه موضح بهذا الفيلم فعلا قديش هاي المجازر الحقيقية بحق الفلسطينيين، وهو طبعا بده يخفي جرائمه وما بده يبين أنه هو كيان إرهابي. لكن يعني الحمد لله أنه نتفليكس بده تعرض هذا الفيلم حيث يعني سيعرض على الملأ. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا الخامسة والأخيرة، رح نتابع هالفيديو اللي كتير حلو، طفلة صغيرة تقرأ القرآن، خلينا نتابع مع بعض. يعني رغم انه خروج الاحرف كانت ركيكة وضعيفة، ويعني حسب سنها وحسب عمرها فهي جميلة جدا ما شاء الله. وانا بحيي كل ام وكل اب بحاول فعلا يزرع القرآن الكريم في قلب ابنائه منذ الصغر، وحتى بيصورهم فرجيهم، هو يصور ابنه وبنته وهي بتقرأ القرآن الكريم ويرجع يفرجيها الفيديو انه شوفي ما احلاكي. هذا بيعزز انه فعلا للامام انه يساعد الطفل انه يحفظ القرآن الكريم، حماها الله، ويعني يا رب الله يجعلها من حفظة القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام رح ننتقل لفقرة مطبخية بامتياز مع الشيف رولا الناطور، رح تعملنا اليوم طريقة عمل عش السرايا بالتوست ولا أطيب، يلا نتابع.